أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوان الكرام، في هذا الخضم الذي تعيشه الأمة الإسلامية، فما علينا إلا أن نذكركم ونذكر أنفسنا بأحاديث صحيحة صريحة بين يدي الساعة، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيفة التي لا تنطق عن الهوى، وهي صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني الكرام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث بين يدي الساعة، وأقول لكم الآن عدة أحاديث يا إخواني الكرام قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذرا ومنبئا ماذا يكون مصير أمته في آخر الزمان. قال في الحديث الصحيح: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم كثير، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله تبارك وتعالى من قلوب أعدائكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث يا إخواني الكرام، كما قال العلماء وعلى رأسهم ابن كثير، هذا الحديث من أشراط الساعة. هذا الحديث يبين يا إخواني الكرام على أننا الآن في هذه اللحظة ينطبق علينا. ماذا يقول؟ دعوني أنبهكم ودعوني أفسر لكم ولو بالعامية، لأن الأهم من الجمعة يا إخواني الكرام ومن خطبة الجمعة هو الإنذار والتذكير والموعظة الحسنة. فلذلك وجب علينا أن نوصلها إلى أبنائنا وإلى جماعتنا، ولو أدى ذلك بنا إلى النزول عن درجة اللغة العربية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يوشك قريب، رجاء وعد الوقت، رجاء وعد الوقت، تتنادى عليكم الأمم من كل أفق، يتنادون علينا يا إخواني الكرام من كل مكان. اليهود والنصارى وغيرهم من الملل
يتنادون علينا من كل مكان، كما يتنادى الأكلة على قصعتها، كما أن الناس إذا جعلوا قصعة بينهم للأكل يتنادون من هنا وهناك: تعال يا فلان تأكل، وتعال يا فلان تأكل. فكذلك الكفرة تنادوا علينا: تعالوا تأخذوا من خيرات المسلمين، تعالوا لكي تذلوا المسلمين، تعالوا لكي تأخذوا ديارهم وأرضهم وأرزاقهم وتبعثروا دينهم. تعالوا وهلموا، فأجمعوا كيدهم ثم أتوا إلينا صفا. يا إخواني الكرام انتبهوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ احنا ذاك الوقت نكون قلال. قال: لا، لا تكونون كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، ما تكونوا شقلال، تكونون كثيرا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تكونون مثل تخش تاع الواد، ما فيكم نفر، ما فيكم قوة، ما فيكم إيمان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ينطبق يا إخواني الكرام على حالنا الآن في هذه اللحظة. فنحن الآن كما يقول أهل الإحصاء، فنحن الآن مليار مسلم في جميع أنحاء العالم يا إخواني الكرام. ولكننا كما قال سيدنا الذي لا ينطق عن الهوى، أننا غثاء كغثاء السيل، والعياذ بالله. الشكوى لله تبارك وتعالى، أصبحنا كتخش تاع الواد، ما فينا حتى نفع يا إخواني الكرام. وقال رسولنا لما قال: تكونون غثاء، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. الله تبارك وتعالى ينزع من قلوب الأعداء المهابة من المسلمين، فيصبحوا لا يهبوننا ولا يجعلوننا حسابا، بل يجعلوننا مثل الذباب ومثل البراغيث. ما يديروناش حساب يا إخواني الكرام، يجيبونا الدواء تاع النمل ويقتلونا به. لماذا؟ لنقول لك هذا ما همش بشر. وفعلا والله لا يجعلوننا حسابا ولو صغيرة يا إخواني الكرام. هيئة الأمم هذه تحمل الكافرة يا إخواني الكرام، تجعل قوانين للضفادع وللكلاب وللقردة ولكل شيء يا إخواني الكرام، ولكن لا تجعل قانون للمسلمين. فالمسلمون اقتلونهم أفراد وجماعات، ولا أحد يدافع عنهم، لا دولة إسلامية تدافع عنهم، ولا هيئة الأمم المتحدة تحمل تدافع عنا. من يدافع عنا يا إخواني الكرام؟ يدافع عنا الله. إذن الرجعة إلى الله تبارك وتعالى. فقد نمنا كثيرا، ولقد تأخرنا كثيرا، ولقد هربنا عن الله كثيرا. الرجعة كما قال ربنا تبارك وتعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. المصيبة وصلت، أشكون يسلكها؟ يسلكها ربي، ما يسلكها لا صواريخ ولا معدات ولا دبابات ولا شيء، يسلكها ربي سبحانه. فالقلوب المؤمنة التقية الناقية التي لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى. رحمة الله وبركاته. نريد أن نتمم ما تبقى من أسئلة الجمعة الماضية. هذا سؤال من امرأة تقول: لقد تزوج ابنها بغير رضاها، يعني حلفت بالله تعالى أن هذه البنت لا تدخل البيت، وفي الأخير غلبها في الرأي، وهي اليوم تسأل عن حكم الدين بالنسبة لما حلفت به. هذا المرأة هذه حلفت لولدها، قتلوا هذا المرأة هذه ما تدخلش للدار، فهمنا؟ وفي الأخير غلبها في الرأي ودخلها لها للدار وتزوج بها. الله يجعل الزواج إن شاء الله مبارك. المهم الحكم انتع المرأة هذه ما هو؟ الحمد لله، الله تبارك وتعالى لم يجعلنا في ضيق من ديننا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من حلف على شيء ثم رأى غيره أحسن منه فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. كي تحلف على حاجة فهمنا، وفي الآخر تشوف ذيك الحاجة ما خرجتش عليك، تبغي تولي، واحد يقول لك: لا راك حلفت ما توليش، انت حلفت باللي ما تخش دار قوق ولا ما تهضرش مع بابك، عيب، هذا حرام.
طيب تقول انا درك بغيت نرجع كيف، يقول لك الشرع ما دام القضيه هذه ترجع سلك من اللي ما ترجعش، ارجع وكفر على اليمين تاعك. والتكفير عن اليمين يا اخواني الكرام هو اما ان يطعم، اذا كان في يده ميسور ان يطعم 10 مساكين او يكسوهم، فهمنا كيف يكسيهم؟ يعني قالوا العلماء حتى اذا شرى له عمامه او كساه، اشرى له سروال او كساه، فهمنا كيف؟ ما يشترك كما قال بعضهم من العمامة إلى الصباط، هذه هي الكسوة. ولكن قال بعض العلماء إذا اشترى له عمامة أو اشترى له عباءة أو سروالا فقد كساه. إذا كان ميسور يكسي 10 مساكين، ما استطاع شيء يوكلهم أو يكسوهم، ما استطاعش يصوم 3 أيام، هذه هي كفارة اليمين، فيها 3 مراحل، إما أن يطعم 10 مساكين، وإما أن يكسوهم، وإما أن يصوم 3 أيام. هذا المرأة تشوف روحها إلى لقات روحها ميسورة، عندها المال لباس بها، ماذا بنا احنا باش توكل ولا تكسي؟ لأنك تصوم واش استفدنا؟ ما استفدنا شيء، هي جزاء في بدارة تصوم، بينما كي توكل ولا تكسي يعني المؤمنين يعني الضعفاء استفادوا. إن كيف ما تشوفوا رحمة الله تبارك وتعالى بعباده يجعل الكفارات أولا فيها تخفيف للإنسان الذي وقع في الشيء، ثانيا فيها تخفيف على الناس الذين يجاورونه من الفقراء والمساكين وغيرهم. هذا هو الحكم انتهى، والله تبارك وتعالى أعلم. ثاني دارت سؤال في ظهر الصفحة تقول أنا أخت مسلمة أحب الله تبارك وتعالى وأخشى عقابه، ولقد أخذت عهدا على نفسي بألا أدخل الحلاقة مدى العمر ما دامت حرام، وفي ذات يوم تمكن مني الشيطان وذهبت إليها، ولكن تحسرت تحصرا كبيرا وندمت أشد الندم، فماذا أفعل الآن؟ هذا المرأة هذه قالت أنا خاف ربي ونخشى عقابه، والحمد لله أنا أقول لكم يعني بدت الاستجابة تكون بين النساء، وإن كان بلغني عن بعض الإخوة قال لي بعض النصارى هم غضبوا عليك يا شيخ، فهمنا كيف؟ أعلاش؟ قال لك حرمت عليهم الحمام، حرمت عليهم الحلاقة، كذا صيرت عليهم درت لهم. يا إخواني الكرام أنا اللي راني جلس أمامكم استغفر الله يا ربي، هل أنا راهب من الرهبان أحلل وأحرم؟ أنا أقول لكم من الآن فصاعدا والله الذي لا إله إلا هو، والمسألة لو ما يكونش فيها دليل بين من كتاب أو سنة أو عمل للسلف الصالح والله غير نقول لكم ما نفهمش. وقلت لكم أنا من زمان أنا لست عالما، وإنما أنا طالب علم نقل قوى العلماء، وقلت لكم قال الآن جبت لكم الدليل تاع المرأة، وما قلت لكم كيف تكفر على ذنوبها، قلت بكلامي كلام الرسول، اللي يرد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هوش مسلم، فهمنا كيف؟ المسلم هو الذي يذعن إلى قول الله تبارك وتعالى وإلى قول رسوله، بهذا يقول الإسلام إسلاما، يعني الاستسلام لله ولرسوله. قال لك الشيخ زير علينا حرم، ما تحرم لاش تحرم، راه عندي حاشا لله، والله لو ما يكونش التحريم بين في القرآن والسنة والله ما نتكلموا به، ولو ما يكونش كذلك الحلال بين في الكتاب والسنة والله ما نتكلموا به. وإنما يا إخواني الكرام الإنسان توعنا لما يبغوش يطيع الله ورسوله يحسب الإسلام صلي وصوم، فهمنا كيف؟ تحرص على الصلاة تحرص على الصيام، بينما تسيب كما راهم سايبين النساء في كذا، يخشفتهم راهم يوروهم منكم ويهدروا على الإسلام ويهدروا على ربي وهما عرايا والمكياج من فوق للتحت، ويقول لك الإسلام يخشفتهم، بينما هذو واش قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم باش يشوفوا النساء تاعك هام يهدروا على الإسلام وهام لاباس عليهم، وشوف كيفاش راهم لاباس عليهم، عرايا وشعرهم مسكم وحالتهم حالة، هذا هو الإسلام همنا، بينما شوفوا النساء تاوعنا يسمعوا نسانا ونسمعوا احنا باش نبلغوا لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال على هؤلاء المتبرجات؟ انا قريت لكم في الخطبه وما تنساوا ونزيد نتكرر لكم، واش قال؟ قال صنفان من امتي لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، فهمنا؟ زوج أصناف من الأمة تاعي ما يدخلوش للجنة وما يشموش ريحتها، يعني يكونون بعيدين عنها. وعد يقول يا الشيخ الريحة تاعها على قدها تبلغ؟ نقول له ورد في الحديث أنها 50 سنة، وورد أنها 40 سنة، وورد أنها 400 سنة،
فهمنا كيف؟ يعني الريحة تاعها توصل مسافة 400 سنة، ماشي من الحراش ولا من الأربعة، مسافة تاع 400 سنة لا يعلموا يعني هذه المسافة إلى الله تبارك وتعالى، مش ريحتها. شكون هذ الناس هذو الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم هذا الغضب الشديد بحيث أبعدهم من الجنة وأبعدهم حتى على ريح الجنة ما يشموهاش؟ أسمعوا مليح باش ما يغروش الناس تاعنا يقول لك هذو يهضروا عن الإسلام وهم يهضروا عن الجهاد في العراق وكذا، أما يتوصى عليه ليس لهم دين وليس لهم ثمة وليس لهم مروعة ويكلخونا للإنسان يقول لك هم يتكلموا الجهاد، ما عندهمش إسلام هذا. سمعتوا واش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صنفان من أمتي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. زوج من أصناف ما يدخلوش الجنة وما يشموش ريحتها، شكونهم؟ الصنف الأول لا تسمعوا باش ما يغتروش النساء تاعنا يقول لك الشيخ راك تحلل ولا راك تحرم، والله لا أحلل ولا أحرم إلى الحاجة اللي جات من عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ناقل، أنا ننقل لكم كلام ربي وكلام الرسول وكلام العلماء فقط، هذا ما كان واسطة. المهم واش قال؟ قال نساء، استمعوا النساء تاعنا يستمعوا، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأنسمة البخت المائلة فلعنوهن فإنهن ملعونات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم وربي لعنهم. النساء هذو اللي راهم كاسيات عاريات مكسية وعريانة تشري الطيور بمليون وفي الأخر لما تلبسه يلحق فوق الركبة، هذه كسوة، هذه كسوة يا إخواني الكرام. يقول أنا كسيت ويقول للراجل أنا شريت المرضي كسوة ويقول شريت البنتي كسوة وشريت لهم للعيد، بينما لما تلبس عريانة، فهمنا كيف؟ هذه ربي سبحانه ما تدخلش الجنة ولا تجد ريحها، كاسيات عاريات مكسية وعريانة مائلات مميلات تمشي وتتمايل وتميل غيرها، تقولها أنت راكي متأخرة، تجي لهذيك البنت اللي لابسة الحجاب تقول أنت واش شفتي، أنت راكي متأخرة راح يضربك الهواء تشوف أرواحك، أرواحي لوحي عليك البرد وسودك وتبع وتديها، مائلات مميلات هي مائلة عن طريق القصد ومائلة عن طريق الحق، وتجيب الأخرى تميلها معها وتديها. رؤوسهن كأنسمة البخت المائلة، كاينة ولا ما كايناش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أنا قلت لكم دائما الصحيفة النبوية الحقيقية تتكلم كأنها معنا الآن. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم 15 قرن قال عليها هذه؟ يقال لك يخدموا شعرهم ويكركبوه ويطولوه، كاينه ولا ما كايناش؟ قال ملعونين. وين كركبوه؟ في داري يكركبوه عند الحلاقه. يا اخواني الكرام انتبهوا باش ما يضيعوكمش، تقول لك الشيخ راه يحلل ويحرم، انا لا احلل ولا احرم، وانما انا انبهكم حتى لا يجرفكم تيار الفساد وتيار الاعداء الذين هم اليهود والنصارى وغيرهم. الحلاقه شكون دارها لنا؟ داروها لنا اليهود والنصارى. هل كانت في عهد الرسول الحمام شكون جابوا؟ جابوه الرومان، جابوه الاتراك من عند الرومان، وبعدين الاتراك جابوه لنا هنا، والا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندناش حمام يا اخواني الكرام، فهمنا كيف؟ ندخلوا احنا للحمام وبعدين نخرجوا ويجري النساء يدخلوا، احنا غدوه من داخل ندخلوا هما يشموا ريحتنا احنا نشموا ريحتهم، بينما العلماء سمعوا مليح، العلماء قال لك الراجل المكان اللي يجلس فيه الراجل ما تجلس فيه المراه، والمكان اللي تجلس فيه المراه ما يجلس فيه الراجل، ولكن احنا رانا ضايعين نسبوا الاسلام غير الصلاه، فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام ننبه النساء فاذا اتاهم امر الله وامر رسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا، هذا هو المؤمن الحقيقي. أما يبدأ يخير في شرائع الله تبارك وتعالى، هذه تعجبني فيعمل بها وهذه لا تعجبني فلا يعمل بها، هذا يا إخواني الكرام لما تروح تشري السلعة خير. أما في دين الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نختار شيئا، إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فهمنا كيف؟ لما تجينا الطاعة من عند ربي الأمر ومن عند الرسول ونقولوا سمعنا وأطعنا، لما تروح تشري خير يا أخي العزيز، ما تديش الراشية وما تديش اللي ماشي مليحة، بينما الشرع كله مليح، فهمنا كيف؟ ونزيد لكم حاجة أخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي يقول في الحديث الصحيح، يقول ربي سبحانه خلق الجنة والنار، فهمنا؟ أما لما خلق الجنة والنار قال الملائكة اذهبوا إلى الجنة واذهبوا إلى النار، لما ذهبوا إلى النار قالوا ماني خلقت الجنة واني خلقت النار، روحوا شوفوها، راحوا الملائكة شافوا الجنة، جاءوا لي قالوا له يا ربي لا يسمع بها أحد من خلقك إلا دخلها، اللي يسمع بها يدخلها الجنة مليحة بزاف، قال لهم يلا زيدوا روحوا شوفوا النار، لما ذهبوا إلى النار جاءوا لربي سبحانه قالوا له يا رب
والله لا يسمع بها أحد إلا وهرب منها. اللي يسمع منها يهرب النار هذه. إذن واش معناتها؟ سمعوا مليح واش معناتها؟ معناتها يعني الناس كامل اللي يسمعوا بالجنة يجوا يدخلوا كامل يدخلوا، والنار كي يسمعوا منها يهربوا. يعني ربي خلق النار باطل، حتى واحد ما يدخلها يدخل الناس كامل للجنة. فهمنا واش دار لها ربي سبحانه؟ الجنة سمعوا مليح باش تعرفوا باللي رانا نقاوموا، رانا نطبعوا، راني التيار باراجات تاع الشر جاي احنا نطبعوا فيها بنزل الكروحنا باش ندخلوا للجنة. الجنة ما هي سهلة ان شاء الله. فهمنا الجنة ناظر الله تبارك وتعالى حفها بالمكاره. الجنة دور عليها المكاره، دور عليها الحاجات اللي تكرهها النفس ما تبغيهاش، والنار دور عليها الشهوات الحاجات المليحة اللي تبغيها النفس. قال الملك هذوك روحوا شوفوا، روحوا ارجعوا، راحوا شافوا الجنة قالوا له يا رب لا يدخلها أحد، لا يسمع بها أحد، أنك حففتها بالمكاره لا يدخلها أحد. خلاص راك دورت عليها المكاره، شو صلي اغسل نوض في البرد جاهد طبع معطي دراهم كثير، هذه كلها الناس ما تبغيهاش. فهمنا كيف النفس كل يوم تبغي تكون سايبة هاملة، دير اللي بغيت حر كما أنا أقول أنا ياك أبدك سيد هامل. بينما النار لما دار لها الشهوات شافوها الملائكة قالوا له يا رب، قالوا له يا رب أن الناس إذا سمعوا بها كلهم يدخلونها، لأن كل الحاجات اللي تبغيها النفس راهي موجودة. أسكر أشرف أمشي مع النساء أهمل، المرأة تهمل الرجل يهمل، روحوا ما كان ولو حر راهم جايين يجروا حتى يطيعوا في جهنم، لأن النفس تبغي اللي ما يربطهاش كيد بيبا سرح على الخيط وخليها تجري. فمن كيف بينما النفس تكره اللي يربطها، فمن في هكا ربي سبحانه خلق. بينما أنت أيها المؤمن إذا بغيت الجنة تقاوم، فهمنا كيف تقاوم تيار تاع الفساد راه امامك، وراك تطبع وراك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانك قابض على الجمر، بحال راك شاد الجمره وقابض عليها وتشوف ناس كلها سايبه هامله وانت عندك المقديره كما هما وراك جالس تقاوم. لذلك يا اخواني الجنه ما هي سهله. فهمنا كيف الجنه هذه كما قال رب الله تبارك وتعالى ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. شكون يديها غير اللي عنده زهر كبير وسجعه قويه. فمن كيف ما الجنة راهي سايبة يا إخواني الكرام، بينما النار يجروا كيما الطعم كيما راكم تشوفوا الزواوش ولا كذا يدروا لهم كذا ياكلوا حتى يطيح في الفخام. فمن كيف بينما الجنة يا إخواني الكرام فيها المتاعب فيها المشاق، الطريق تاعها مليان بالمتاعب وبالشوق وبكذا حتى يوصل الإنسان، بينما النار مليانة الطريق تاعها بالشهوات والملذات والخمور والنساء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منه بطن، وراه يجري أطلع يجري يجري حتى يطيح في حفرة لا يخرجه منها أحد. فهمنا كيف بينما الجنة يا إخواني الكرام تجري بشوي وتحيد على الشوق منها وتحيد على المصايب منها وتطيح في حفرة وتزيد تخرج وكذا حتى تلحق الواحد جنان واسع والريحة تاعو طيبة، يتلقاوك الملائكة بالسلام ويتلقاوك الملائكة بالروح والريحان وتدخل وترتاح وتدير الجرف وقرجل. يا إخواني الكرام السمع والعمر ما هو سهل، الثبت يا إخواني الكرام انتبهوا أنا مفرطين بزاف. ثبت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يؤتى بأتعس رجل من المؤمنين. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ شو سمعوا باش تاخذوا الأدلة الصحيحة ديروها في رصانكم. يوم القيامة يجيب ربي سبحانه واحد من المؤمنين حياته كامل تعاسة، كلها مسكين غير في الشقاء، منين ينظم المصيبة يطيح في الأخرى. فهمنا حياته كلها تعاسة ما شافش الخير كامل. يجيبوه الملائكة أسمعوا باش تقولوا إذا راني في مصيبة ولا راني عيان، كل هذه كلها أحلام، هذه كلها منامة يا إخواني الكرام. يجيبوه يقول له عمرك شفت الخير في حياتك؟ يقول أنا حياتي من اللي يخلق وحلت عيني وأنا غير في الشر، ولكن صابر الرب سبحانه ونقاوم وعندي إيمان صحيح، ما لم ألين في إيماني أبدا. يحكموا الملائكة يغمسوه غمسة في الجنة، فهمتوا؟ يغمسوه غمسة في الجنة ويخرجوه، يقولوا له هل رأيت شرا قط في حياتك؟ عمرك شفت الشر؟ في الأول قال لهم أنا من اللي خلقت وأنا في تمارا كما تقولوا ثم في التعب. يحكموا الملائكة يغمسوه في الجنة ويخرجوه.
يقول له الآن عمرك شفت الشر في حياتك؟ يقول لما أنا أبدا وعمري ما شفت الشر، كل يوم الخير. لماذا؟ لأن الغمسة الغمسة برك ماشي عاش، ماشي راه يعيش. غمسوه برك، غمسوه في الجنة وخرجوا قالوا من حياتي كلها نعيم، كلها في النعيم ماذا ما نغمسوني في الجنة هذه. خلاص يعني كيما انت تتعب 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 لما تلحق وتولي راجل وتشري سيارة وتبني، يقول لك ودي والله انت تعب في صغرك. واش ما تتعب لك تعب؟ شوف الحمد لله كيفاش، شوف الخيرات اللي راني فيها، هذه كلها ضحكة ولا بد لسان يتعب. هذه في الدنيا فهمنا كيف. وبعدين يزيدوا يجيبوا واحد اللي كيما يقولوا العامية كيزاد وكلوه بالمغرفة تاع الذهب، كما الكفار الكبار اللي ما يعرفوش ربي سبحانه فهمنا كيف. هؤلاء حياتهم كامل في الفسوق والفجور والنعيم والطرف والخمر والنساء والفساد على أوجه، ما كاش له هذه يديرها ولا ما ديرهاش، كل شيء يديره كل شيء عليه. إذن واش كيفاش كما تقولوا انتم عاش مخبزها كل شيء عنده، ما حتى المرض ما حتى المرض ما يجيش، عمره طبيب ما شاف ولا دلو بكورة فهمنا كيف. هذا كما تقولوا انتم مخبزها، عنده كلش ما يخصه ولا شيء، عايش في الحرم 100% بدون قيود، راح جهنم. يوم القيامة لما يجيبوه الملائكة، هذا أترف رجلين من الكفار، قلنا الأول أتعس رجلين من المؤمنين، ويجيبوا الآن أغنى رجل من الكفار اللي عاش غير في الغناء وفي الرفاهية، ما شافش لا مرض ولا تعب، يغمسوه غمسة في جهنم ويجيبوه. في الأول يقولوا له قبل ما يغمسوه يقولوا له هل رأيت شرا قط؟ عمرك شفت الشر ولا تعرف تمارة ولا تعرف العذاب؟ يقول لهم أبدا، من اللي زدت وأنا في الخير، نعفس الذهب ونأكل بالذهب ونلعب بالذهب فهمنا كيف. يدوه يمسكوه يغمسوه في جهنم غمسة، مش يدخلوه كامل، يغمسوه ويخرجوه. يقول له عمرك شفت الخير؟ يقول له ما رأيت خيرا قط، عمري ما شفت الخير، من اللي خلقت وانا في تمارة يا أخي الآن كنت في الخير. لماذا يا إخواني الكرام؟ لأن غمسة جهنم أنسته الخير الذي عاش فيه طول حياته. لذلك ربي سبحانه لو كان هكذاك يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يتعذب؟ يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع الحجر على كرشه الشريفة؟ يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزل المطر تدخل من داره متقوبة داره؟ لو كان القضية قضية على أنها الإنسان اللي راه يكون مليح هو اللي مؤمن وهو اللي فايز، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش واحد يعيش كما هو، يعيش على الذهب ويعيش على كل شيء. تخلي سيدنا عمر ناض ليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ناض ليه لما ناض الرسول صلى الله عليه وسلم جنبه الشريف كله حمر من الحصيرة اللي نايم عليها، نايم على الحصيرة يا إخواني الكرام. لما ناس شافوا سيدنا عمر بدا يبكي، قالوا يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الديباجي وعلى الحريري وعلى السندس وعلى انواع من الارائك، وانت تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ وشنو هذه الدنيا؟ وشنو هذه الدنيا هذه؟ الكفار يناموا على الديباج وعلى الحرير وعلى السندس، وانت تنام على حصيره جنبك راه احمر؟ واش نقولوا احنا؟ يقولوا هي الله غالب، واش نديروا؟ هكذا نديروا حنايا. بينما وينظر إلى الجنة وينظر إلى النار، يقول أوا في شك منها أنت يا عمر؟ راك شك بأن ربي يعطينا الجنة ويعطي لهم النار؟ نحن يقول يا عمر هؤلاء عجل لهم نعيمهم يا عمر، هذا ربي راه أعطى لهم النعيم تاعو كلاو في الدنيا، هذه الكفار هذو احنا رانا رايحين فهمنا كيف. وابن مسعود جالي مرة واحدة أخرى ولقاه في نفس الصيفة، قالوا يا رسول الله هذه الحصيرة هذه راهي حرشة بزاف، هل اتخذنا لك وطاعا تتقي خشونة هذا الحصير؟ قالوا نجيبوا لك واحد ليزار تديره فوق الحصيرة هذه باش على الأقل الجنب تاعك يريح فهمنا كيف. واش قالوا؟ قالوا ايه عندك الحق، جيب لي قرضة قطيفة. واش قالوا؟ قالوا مالي وللدنيا، هذا سيدنا هذا، قالوا مالي وللدنيا، إنما أنا كرجل استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. قالوا أنا وش نحوس على الدنيا، أنا جيت للدنيا. قالوا أنا كما رجل راه يمشي يلقى الظل تاع شجرة نزل عندها وبعدين راح كمل طريقه، أنا مالي علاقة بها، أنا جبت لكم رسالة حطيتها لكم وراني رايح. ولكن في الآخرة شكون عنده المرتبة تاع رسول الله؟ شكون؟ والله ولا أحد.
ولا أحد. المرتبة على الرسول صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى الذي سقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى. ولكن في الآخرة شكون عنده المرتبة على رسول الله؟ شكون؟ والله ولا أحد، ولا أحد. المرتبة على الرسول صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى الذي سقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى، يعني عرش ربي فوق والسقف تاع الدار تاع الرسول تاع الجنة تاع الرسول تكون يديها، يعني ما ربي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش باش اداها؟ لان عفس هذا النفس العمارة بسوء، عفسها في الدنيا، عفسها في ربي سبحانه وكرمه. ولذلك الصحابة كانوا نفس الشيء يمشوا معاه، فمن كيف لما جات الخيرات من عند الفرس وفتحوا المسلمون فتحوا الفرس وجابوا الخيرات والأرزاق التي لا يعلمها إلا الله، وجابوا سيدنا عمر جابوا له البساط تاع كسرى كان يسمى بساط الربيع. هل بساط الربيع كسرى هذا عدو الله اللي كان يحكم في الفرس 6000 سنة ويحكم، لما المسلمون غلبوا هؤلاء الطواغيت وجابوا الأرزاق تاعهم كما إن شاء الله احنا بإذن الله لما نرجعوا مؤمنين أتقياء أنقياء نغلبوا كل الكفار ولو اجتمع كيدهم واجتمع شملهم ما خافوا إلى الله. إذن لما جابوا البساط هذا الطول نتاعه 60 متر والعرض نتاعه نفس الشيء، جابوه محمل حوالي على 12 بعير. هذا البساط هذا يا إخواني الكرام ما عليش نقول لكم عليه، الشيء اللي رخيص لداخله لما يكسروا الإنسان يبدأ يغزر فيه، الشيء اللي رخيص لداخله هو الحرير خالص، هذا هو اللي رخيص. أما الباقي فيه الحرير الذهب الفضة المرجان اللؤلؤ الزبرجد، شي ما يصوروش العقل، سماه بساط الربيع. يعني كي يجي الشتاء، كي يجي الشتاء ويروح الربيع كيفاش يديروا هما؟ دايرينه في واحد البهو كبير كما تقولوا انتوما صالو كبير ويكسلوه، وفيه عبارة عن حدائق وعبارة عن جنات وعبارة عن أشجار، يجلسوا فوقه ويشربوا فوقه الشراب، فهمنا كيف؟ ويلهاو فوقه كأن الربيع راهم جالسين فوقه لنجاة الشتاء، فهمنا كيف؟ كي تجي الشتاء عاتم الربيع لداخل ديارهم، فهمنا؟ والمسلمون غلبوهم، باش غلبوهم؟ غلبهم بالصواريخ والدبابات والطائرات والمظلات، والله ما هي بهذه. غلبهم بالتقوى، غلبهم بالقلوب التي كانت أشد عزيمة من الجبال. الجبال يا إخواني الكرام تخور وتزول، وعزائم الصحابة رضي الله عنهم لم تهزم يا إخواني الكرام. لذلك سيدنا عمر لما أرسل الخطاب لكسرى عدو الله، كسرى يزدجر لما أرسل له الخطاب باش يبدل معه المعركة، قال له أما بعد، قال له فإن أسلمت فإني أتركك. اسمعوا مليح، اسمعوا الناس الأولين اللي كان عندهم العزيمة مع الله، قال له أما بعد راني نسيت لك الجنود ورسيت لك الخطاب، فإن أسلمت فإني أتركك وبلادك على أن أقيمك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له إذا بغيت تسلم مرحبا، تسلم نخليك مع بلادك ونخليك مع غاشيك، ولكن تحكمهم بالكتاب والسنة، ما تحكمهمش بالقانون نتاعك اللي يسق تاع الكفرة اللي راك تخدم به، لا، ولا تديهم يعبدوا النار كما راك تعبد، لا. قال له لذلك باش تشوفوا الإسلام ما جاش يدي التراب كما قال كما يقولوا الكفار جاي يهجم على التراب. لو كان هذاك يقولوا تسلم ولا ما تسلمش ندير لك واحد يحكمك ونحي له كلش. قال له لا، تسلم نخليك على عرشك تخدم، بينما أقيمك على كتاب الله وسنة رسوله، نعطيك الكتاب ونعطيك السنة تخدم بها. طيب قال له وإن أبيت وإلى ما بغيت. أسمعوا أسمعوا يا أخوان أسمعوا، بالأخص الشباب الذين رام يقولون الجهاد وهم تاركين الصلاة وجالسين حتى العشرة بينهم في صلاة الجرب للجهاد، جادوا في النفسية الأولى، فهمنا كيف؟ قال له وإذا ما بغيت وإن أبيت فإني قد أتيتك برجال، سمعوا مليح، فإني قد أتيتك برجال يحبون الموتى كما تحبون أنتم الخمر والنساء.
قال لهم ما بعد إذا ما بغيت راني رسلت لك واحد الرجال يبغوا الموت ويتسابقون إليها كما تبغون أنتم يا أيها الفرس أيها الروم تبغوا النساء وتبغوا الخمر. أنا رسلت لك رجال ما يبغوا لا نساء ولا خمر وإنما يحبون الموت ويتسابقون إليه لأنهم يرون أن وراء الموت الجنة يا إخواني الكرام. هذو الناس هم اللي جابوا هذا الرزق هذا وجابوا لسيدنا عمر. لما جابوا لسيدنا عمر أبدأ يشوف الخيرات جابوا له قدور راسيات من نحاس مليانة ذهب ومختومة بالرصاص جابوها دوروا ما تداوش وحطوه أمام أمير المؤمنين وبدأ ينظر بدأ يبكي في هذاك الرزق وقالوا له يا أمير المؤمنين هذا يوم بكاء ولا يوم فرح؟ يشكر لله تبارك وتعالى سجود الشكر فمن كيف ويلجأون إلى الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي نصرهم. ما كانت عندهم لا تحيا ولا هكذا ولا الله أكبر بلا حتى شيء. هو ناجس ما يصليش يقول الله أكبر. حتى أبي بن سلول كان يقول الله أكبر رئيس المنافقين كل واحد كان يقول الله أكبر. الله أكبر عندها مضمونها يا إخواني الكرام. لما ابدأ يشوف في الخيرات هذيك اللي جابوها ابدأ يبحث بيده شايفة حتى خرج الجبة تاع كسرى العباية اللي كان يلبسها ويجلس على عرش تاعه مرصعة بالذهب والمرجان والفضة وغيرها. امسكها هكذا رفدها ودار لها عمود منه وعمود منه وشكها في الارض. قال انظروا انظروا الى كسرى فقد اذله الله تبارك وتعالى وترك ثيابه او عبايته خلها ما استطاعش يلبسها هرب بالعباية. فهمنا كيف باش يا اخواني الكرام؟ هل بالدبابات ولا بالطائرات؟ والله بعزيمة الرجال المؤمنة التي كانت لا تخور. والله لو ان الان امريكا وروسيا كلهم اعطوا للمسلمين سلاح وقالوا ماكو سلاح احدث انواع السلاح يلا جاهدوا اليهود جاهدونا والله لا ننتصر عليهم. لماذا؟ لان القلوب فارغة بعيدة عن الايمان. ذيك النهار كنا نصلوا ثلاث صفوف في صلاة الفجر والعار نصلوا نص صف. علاش تبدلت الحالة يا اخي؟ المفروض العالي واللي الصفوف مكتظة يا اخواني الكرام. وين راحوا الناس؟ راحوا يسهروا مع التلفاز وناموا عن صلاة الفجر. يا إخواني الكرام صلاة الفجر أعظم من الجهاد والصلاة جميعها أعظم من الجهاد. فمن أراد أن يجاهد فليجاهد نفسه هي الأولى. انتبهوا يا إخواني الكرام رانا ضائعين. لما جابوا له البساط هذا الكبير وحلوه ووسعوه هكذا بدأ يخسر فيه ما قال لهمش هذا نديها نعم فهمنا. قالوا ذا كيف نديروا له؟ صحابة رضي الله عنه يقطعوه يخسر يعطوه الواحد كون يديها الخير كله. انتق واحد قال له يا امير المؤمنين هذا البساط كبير وفيه خير كبير ورانا اسمح لك الدين انت الدين. واش قال له؟ قال له جزاك الله خير. قال له والله ما نصحتني والله ما نصحتني انا ندي هذا ندي تاع الظلمة اللي كانوا يجلسوا فوق ويشربوا فوق الشراب. قالوا بل يقسم. فمن كيف هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم عف في الدنيا هذه. الصحابة نتاعو عفوا والأتباع عفوا والتابعين الأتباع عفوا ولكن لما وصلت إلينا تكالبنا على الدنيا وتركنا الله تبارك وتعالى وتركنا الرسول وتركنا القرآن. لذلك هم لما تركوا الدنيا واعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى مكنهم في الدنيا وخلدهم في الآخرة. صح ولا ما هو صح؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلدهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وخلدهم في الآخرة. بينما نحن لما مسكنا الدنيا لا جلسنا في الدنيا ملاح ولا في الآخرة عندنا شيء إلا ما رحم ربي. لذلك يا إخواني الكرام الرجعة إلى الله تبارك وتعالى والله ورسوله أعلم. هذه كلها ليش جبتها أنا يا إخواني الكرام للناس اللي راح يقول لك الشيخ راح ضيق علينا وراح يحلل وحرم؟ والله أنا لا أحلل استغفر الله شيئا ولا أحرمه إلا بدليل. وإذا لم يكن هناك دليل بين أقول الله ورسوله أعلم وأسكت ولا يضرني ذلك شيئا أبدا. يقول هذا المرأة جزاها الله خير يقول لك لقد ورد في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قد حرم لعن النامصة والمتنمصة فهل يجوز للمرأة ذات حاجبين عريضين؟ المهم
المرأة هذه قرأت جزاها الله خير حديث وبغت تطبقه جزاها الله خير. الحديث هو يا إخواني الكرام رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح أنه قال لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا حديث متفق عليه أو هو في أحد الصحيحين، حديث صحيح. فهمنا كيف؟ هذا الحديث هذا نرجع له لأن هذا خاص بالنساء، والنساء تاعنا راهم ضايعين لأن يحسبوا الإسلام هو الصلاة والصيام برك، حاجة أخرى حرة كما راهم يبانوا الآخرين. كل شيء كيف كيف. يقول الحديث هذا لعن الله، يعني شكون اللي لعن؟ ربي سبحانه. واللعنة من الله باش تعرفوا يقول لكم من العلو واش كاين، رانا نظلوا للعلو في بعضنا بعض خير ما فيها باس. فهمنا اللعنة واشنا؟ اللعنة من الله تبارك وتعالى هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. والشيطان واش به؟ نقول عنه أنه ملعون لأنه ألعن وأطرد من الجنة، ونقول عنه أنه رجيم يعني مرعون رجيم، لعن ربي ونقول رجم ربي، والمرأة هذه لعنها ربي. إذن كيف 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 يا كيشير لنا خدمة الشيطان. والآن الحديث الحديث هذا واشنو؟ لعن الله النامصات والمتنمصات. النامصات واشنو يا إخواني الكرام؟ تبعوني مليح، يعني المرأة اللي تحكم هذا الحاجب نتاعها تنحيه كامل وتدير تسطر، وقال لك هذه يا أخي جديدة، الصحابية بكري ما كانوش يديروا في الجاهلية، هذه جابوها لنا غرض أوروبا جابتها من بكري يا إخواني الكرام. بل كل حاجة راهي موجودة، كل شيء موجود، وإنما كان بعض الأشياء خاصة بالعرب، كانت بعض الأشياء خاصة بالرومان، ومن لما اختلطت العرب بالرومان نقلوا من هذه ونقلوا من هذه، لذلك جاء الحديث باش يبين لك المسلمين ويبين لك النصارى. فهمنا كيف؟ إذن المرأة هذه اللي تحكم الحاجب بنتها حدير له زوج حوايج، إما ترقخه وتخليه على شعره، وإما تنحيه كامل تقول ربي ما نحتاج حاجبك ودير كري وجرته من فرنسا. فهمنا؟ هذه هي النامصة دارته في نفسها، والمتنمصة هي اللي تخدم لها. زوج نساء، النامصة والمتنمصة اللي تخدم لها واللي مخدوم فيها، يعني في زوج، وإلى خدمت هي الروحة ملعونة هي وحدها. أفهمنا؟ النامصة واشنا والمتنمصة اللي ربي خلق الأحجاب وقال لا أنا صورتك فصوركم فأحسن صوركم، ربي سبحانه صورنا وقال حتى واحد ما يستطيع يصوركم كما نايا. وفعلا لما الإنسان يغزر روحه في المراية يقول روحه مخدومة مليح، ما يقولكش لو كان ربي دار لي عيني هنا ولا وذني منه كنت نطلع مليح. خدمنا خدمة ما يعلم بها إلا الله، لما هذه كنا نقول ربي ما نحتاجش الحجاب تاعك هذا عريض ولا ماشي مليح اتنحيه ودير كريو. أفهمنا كيف؟ هذه ملعونة، والمرأة اللي تخدم لها ثاني ملعونة. إذن هذه النامصة والمتنمصة مشتق الكلام من النمصي وهو نتف الحواجب زين، والواصلة والمستوصلة باش هذه أشياء خاصة بنسى ونسران في يدينا باش ما ندوهمش ونجيبوهم للحفافة تلعبيهم وهما ملعونات وحنو ملعونين والحفافة ملعونة. كل اللي انت طبع الحاجة راهي نالها لأن الضرائع لها حكم الغايات، الطريق اللي تدي للشر الطريق نفسها شر، والطريق اللي تدي للخير الطريق نفسها خير. فهمنا ولا ما فهمناش؟ الضرائع لها حكم الغايات وهكذا. واشنا الواصلة والمستوصلة؟ هذيك المرأة اللي عندها شعرها طايح متساقط، فهمنا كيف؟ يعني عندها رقع في راسها، يقول لها نسى لا عليك فلانة عندها شعرها طويل، نروح نقصوا لها منها خصلة كبيرة ونسكموها ونرفوها ونديروها لك فوق راسك كي المظلة تعشي منورة، ويجي الرجل هذاك ما يفيق لكش يتزوج بيك. فهمنا؟ وهكذا كيما تقول انتو ما باللغة الفرنسية ولا العربية العامية تقولوا الباروكة ولا الباروكة ولا مانيش عارف، لا يجعل فيها باركة ان شاء الله. فهمنا كيف؟ هذه هي تشروها بالملايين وتحطها كل مظلة فوق راسها وتبان في العرس كأنها نجمة، ولما تروح للدار تلوح المظلة تبان كأنها شادي. فهمنا؟ وهكذا يا اخواني الكرام، ربي سبحانه خلق لها شعر، قالت لها ربي ما نحتاج شعرك، الروس راهم داروا لي شعر
الماريكان داروا الاشعار نروح نشريه ونجي، وتروح لفرنسا تشريه وتجيب للماريكان، ولا تروح لاي دوله تشريه وتديره فوق راسها. فهمنا كيف؟ هذه ملعونه نفس الشيء، الواصله والمستوصله، اللي واصلت نفسها وشراته، ولا الاخرى اللي جات ظفرت لها ودارت لها فوق راسها. بعض العلماء قالوا لا، هذه ملعونه اذا كانت فيها غرر بالرجل، راح يتزوج بها راجل، فهمنا، راح يتزوج بها راجل وكل ختله ودارت مظله فوق راسها. اما اذا كانت عندها راجل ودارت مظله فوق راسها باش تزين روحها للراجل، ما فيها باس. لا يا اخواني الكرام، الحاجات اذا جات من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجي حتى واحد من العلماء يخصصها، حرام حرام. الرسول قال ملعونه ملعونه، الشعر هذا ربي سبحانه خلقنا، اذا كان مليح ربي سبحانه راه يشوفها، هل شكرت ربي على شعرها اللي مليح؟ ما كانش مليح هل ربي سبحانه يشوفها؟ اذا صبرت على الشعر اللي ما عندها، كيما واحد اعمى واحد اعور واحد اعرج، يشوفه ربي سبحانه هل صبر على العمى تاعو، هل صبر على العرج تاعو؟ فهمنا كيف؟ وهكذا، ولا كفر بربي قال له على خلقني اعور ولا على خلقني اعرج، ربي سبحانه يوم القيامه يقول لنا ابتليتك ولكن ما صبرت. فهمنا كيف؟ لذلك ثبت في الحديث الصحيح ان الله تبارك وتعالى اذا قضب كريمتي العبد وصبر فليس له جزاء الا عند الله الا الجنه. قالوا له يا رسول الله ما كريمه العبد؟ قال عينيه. استمعوا لي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربي سبحانه إذا قبض الكريمتين تاع العبد عيونه في زوج، إذا قبضهم له وصبر قال يا ربي نحمدك ونشكرك، كنت ما نشوفش الآن، كنت نشوف الآن مانيش نشوف، يا ربي أنت اللي تعطي البصر، أنت اللي تعطي العمى، راني حمدت وشكرت وراني صابر. يوم القيامة ما عنده حتى جزاء إلا الجنة على جزء عينيه اللي صبرهم. كذلك المبتلى يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى أجره، بلك هذا المرض تليت في شعرها أنه شعرها يتساقط، بلك أنها فرطاسة، فهمنا كيف؟ تصبر الرب سبحانه أجرها الله تبارك وتعالى حقا اللي صبرت. أما إذا ضجرت وما بغات شيء وبدت تحوس على الشعر منه ومن هنا، هذه راه يدخل الرب سبحانه ما خلقنيش مليح وأنا نخلق روحي مليح. فهمنا؟ زيد الصفة الثالثة، والواشمات والمستوشمات. المرأة اللي توشم، والمرأة اللي توشم لها تدير لها هلال ولا تدير لها صليب، والمصيبة الكبرى يديروا الصليب في جبهتهم، لا كروة تاع النصارى التي يعبدها النصارى تديرها هي في جبهتها وبعدين تصلي ربي بها، ماشي بلوى كبيرة هذه. فهمنا كيف؟ إذا كانت هذه المرأة ملعونة يا إخواني الكرام، بالأخص إذا كانت دائرتها وهي تعقل وهي كبيرة فاهمة. فهمنا كيف؟ أما إذا كانت صغيرة طفلة لا ليست براشدة وأهلها هم الذين وشموا لها، فأهلها يشملهم اللعن ويشملهم الطرد من رحمة الله، بينما هي لا إثم عليها لأنها صغيرة وما كانتش تعرف. فهمنا؟ ولذلك الآن الحمد لله جاءوا أطباء، بالأخص راه طبيب يعني مشهور في البليدة ينحي الوشام، قراه في أوروبا وعنده آلات وعنده وسائل، وراحوا ليه ناس يدير لهم عملية تاع الزينة مليحة، وبعدين يغسل لهم هذاك الشيء بواحد الدواء ويولي اللحم ابيض كما كان. فهمنا كيف؟ فما به للانسان اذا عرف انه وشمول اهله وتاب لله تبارك وتعالى ما فيها باس، وكان ميسور من ناحيه الفلوس يروح ينحي الوشام هذا باش يلحق الرب سبحانه يوم القيامه ووجهه ويديه طاهرين. واحد يقول لك على يا اخي ما نموت نروح ودود وخلاص يبدل لنا ربي يجلد واحد اخر، هكذا تقولوا يا نقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال؟ اسمعوا مليح، يبعث المرء على ما مات عليه. وشنو الكلام هذا؟ ربي سبحانه يوم القيامة يبعثنا كما متنا، اللي مشم يتبعث مشم، واللي كان شاد القارو يتبعث شاد القارو. قال لك القارو الشيخ في القبر ما يرشاش، هكذا تقولوا يا يرشى، ولكن الهيئة اللي يموت عليها يبعث عليها. هذاك يتبعث سكران يتبعث سكران، ما تسكران يتبعث سكران. واحد يقول لك راك جبتها من عندك، والله ما جبتها من عندي، ونعطيكم حديث صحيح غير الحديث الاول اللي قال يبعث المرء على ما مات عليه، اللي تموت عليها تتبعث عليها، تموت تضرب في الموسيقى وتسمع الغنى يوم القيامه تنوض تغني. فهمنا كيف؟ الناس خايفه وانت تغني، تتكيف تشرب الشراب اللي كاينه كيما كنت كيما تتبعت. هذا رسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك زيد لنا الشيخ داني لواحد اخر نزيدوا له، كاين الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحفاه في حجه الوداع، الحجه الكبرى التي حضرها الصحابه رضي الله تعالى عنهم حوالي 120 ألف صحابي،
حجة لحجها الرسول صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ثم حجة الوداع. واحد من الصحابة وثبت الحديث في صحيح البخاري حديث صحيح وكل العلماء جابوا الحديثات. واحد من الصحابة على الناقة تاعه وراكم تعرفوا الحجاج لبس الإحرام لزار من الفوق من فوق ولزار من تحت هذا ما عندهم متجردين لله تبارك وتعالى ليلبون التلبية الشرعية. الناقة تاعه هجت به طح على راسه فهو قصته ناقته فمات. فهمنا الناقة تاعه جرات طح على راسه مات رضي الله عنه. يجي نبي الرحمة واش يقول لهم؟ يقولهم غسلوه وكفنوه وجنبوه الطيبة ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفهمكم فيها؟ قال لهم غسلوا خوكم ذا اللي مات غسلوه وكفنوه وما تغطولوش رأسه لأن المحرم ما يغطيش رأسه. معليش يدير مطلة هكذا بعيدة على راسه بينما باش يدير فوق راسه لا غير اللي مريض مريض من راسه يخاف السمش هذيك حاجة أخرى. قال لهم كفنوه غسلوه وكفنوه وما ديرولوش الطيب ما ديرولوش الريحة لأن المحرم لا يتناول طيبا وما تغطولوش راسه خلوه في القبر على راسه عريان. فهمنا كيف؟ علاش؟ لأن المحرم لأن راه مازال محرم باللباس تاعو. فهمنا كيف؟ خلوه باللباس تاعه غسلوه خلوه باللباس تاعه ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه وجنبوه الطيبة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. واحد يقول لها الشيخ لأن الهيئة التي مات عليها يبعث عليها. مات يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يوم القيامة الناس خايفة وتبكي ويمشي آمن مطمئن ويلبي. والأخر مليه يضرب في السنة ثلاثة والأخر يشرب في الشراب والأخر نصب في القار وكل واحد واش داير. يبعث المرء على ما مات عليه. فهمنا كيف؟ والأخر مشم يتبعث مشم ونفس الشيء. فهمنا اللي يبغى يجرد نفسه من هذه الأشياء هذه الحمد لله كاين أطباء الحمد لله يخافون الله تبارك وتعالى وينظفوه من هذه المصائب. زيد الواشمة والمستوشمة زيد واش كاين باش يشوفوا النساء تاعو على يعتبوا غدين غير في الصلاة. والواشرات والمستوشرات المتفلجات للحسن. فهمنا وش معنى الكلام هذا؟ معناه يا إخواني الكرام ربي سبحانه خلقنا أسناننا قراب لبعضهم بعض. اجي مرة تقول له لا يا ربي ماشي ملاح هكذا تروح لأوروبا وتروح لعند طبيب الأسنان تقول له يلا أبردهم أبردهم ودير فيهم الفلة في الوسط. المتفلجات أو الواشرات فهمنا كيف؟ تدير الفلجة في الوسط فلجة منه وفلجة منه وكذا وتوسع فمها وتسقمه على أنها هكذاك ربي خلقها بينما هي الطبة اللي داروها لها. بينما تشوفوا يا إخواني الكرام نهاية الحديث هذو أربع نساء ملعونات اللي هما النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والواشرات والمستوشرات. علاش؟ نهاية الحديث والذي يعلل مشينا. واش قال الرسول في نهاية الحديث؟ اسمعوا مليح المغيرات خلق الله. علاش ملعونات؟ لأنهم غيروا خلقة ربي. قالوا يا ربي ما تعرفش تخلق استغفر الله يا ربي. وراحوا للأطباء وراحوا لغيرهم وسقموا لهم أمورهم. فهمنا كيف؟ هذه هي يا إخواني الكرام لأن الحديث هو الذي يعلل. فقال المغيرات خلق الله. أمرأة هذه تغير خلق ربي ما تبغيش ربي كما خلقها تروح هي تدير خلق لنفسها. فهمنا كيف؟ لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام فالنساء راهم في عصمتهن. النساء وما جوش في المريخ رام ساكنين معنا في ديارنا. والإنسان إذا استطاع يحكم يحكم. فمن كيف يلحق الوقت اللي الأمور تنفلت ولا يستطيع أن يمسكها. والله يا إخواني الكرام ما دام رانا نتكلموا على الأشياء هذه جاني ذاك اليوم واحد يا إخواني الكرام والله يبكي وقال لي يا شيخ راني في مصيبة كبيرة قول لي كيفاش ندير. فهمنا ثلاث أيام برك
قلت له خير ان شاء الله. قال لي عندي زوج بنات كبار 24 سنة في عمارهم وكبروا. قال لي ولاو ينطحوا يماهم ويسبوها بربي ويضربوها، وكي نخرج انا للخدمة يخرجوا يهملوا. كيفاش ندير درك البنات هذو؟ نحاوزهم يروحوا يهملوا عليا ولا نقتل ولا كيفاش ندير؟ لذلك اللي راي بنته صغيره في يده يقبض، ماشي يقبض القبضه تاع الجاهليه، يقبض قبضه الاسلام. يا ربي يقول يا بنتي ها وربك ها ودينك ها واسلامك، هاي الجنه هاي النار بيد ما راهي صغيره. قلت له اسمع نقول لك حاجه وجاوبني. قلت له العاميه احنا واش نقولوا بالعاميه؟ تسمعوا مليح. قلت له جحا، انتم ما تقولوا جحا، هو ماشي جاي فاهم، ضرب وليده قبل ما يكسر القله. فهمنا كيف؟ شافوا الفد القله ضربوا، قالوا يا بابا علاه؟ قالوا خفتك تكسرها. قالوا يا اخي انا ما كسرتهاش. قالوا كي تكسرها؟ لا ما نضربكش. قلت له انت يا وين كنت بكري حتى لحقوا 24 سنه؟ كنت تديها تخيط وتديها تجيب وتديها كذا. قال لي صحيح. قلت له امال الان اجني، امال الفاكهه تاعك طابت الان، كل كل وسكت. فهمنا كيف؟ لما كانت البنت هذه غضة طرية في يدك، لما تشوفك تسجد تقول يا بنتي ارواحي تسجدي، وتحكمها يمها تقول يا بنتي ارواحي تصلي معي يمها، يا بنتي هاو ربي، يا بنتي هاو الرسول، هاو القرآن، يا بنتي خليك من التلفزيون، خليك من الفاجرات المصريات اللي خلطونا ديننا. مصر اكبر دولة في الفساد بدليل، خلينا نطولوا معاكم حتى للفجر، بدليل انها الان امريكا واليابان فتحت يا اخواني الكرام العام الماضي في اكتوبر فتحت اكبر اوبرا في العالم. فهمتوا كيف؟ فتحت اكبر اوبرا في العالم في مصر، اليابان بنتها وامريكا جهزتها. فهمنا كيف؟ وكنت اقرا في الجرائد سمعت وزير الاعلام المصري تكلموا معه، قال لهم مصر تنتظر اكبر حدث في العالم. وشنو اكبر حدث في العالم في مصر؟ هل هي مصانع انت على الطائرات، او مصانع انت على الدبابات، او مصانع انت على الصواريخ العابره؟ هي يا اخواني الكرام اوبرا. اوبرا تعرفوا شنو الاوبرا هذه؟ يعني بيت كبير للفساد، بيت للفتور، بيت للزندقه يا اخواني الكرام، ولمحاربه الله ورسوله. لذلك في باريس في امريكا الجاليه المسلمة العربية تسهر بالأفلام المصرية. الأفلام المصرية راحت، والآن مصر تتاجر في المخدرات كما تتاجر في الأفلام. لذلك انتبهوا ولا تفتحوا هذا التلفاز تاع الشر اللي هو بيت الشر. لما تولي عندنا تجلس في بيتك ويسلولك الأفلام الإسلامية ويسلولك العلماء وتشوف بعينك، تصبح عندك مدرسة في بيتك يا إخواني الكرام، مدرسة إسلامية تتثقف بها ثقافة إسلامية في بيتك. أما الآن عندنا الثقافة الفاجرة الماجنة التي تضاد الله ورسوله. لذلك هذا الرجل قلت له وين كنت يا أخي العزيز قبل ما يلحقوا بناتك 24؟ قال لي صحيح كنت ضايع، كنا نجلس وكنا في التلفزيون ونشوفوا في بعضنا بعض ونشوفوا في كذا. قلت له هم لا الفاكهة تاعك طابت، أجني الآن وكول. همنا كيف؟ أجني وكول ولا تلومن إلا نفسك. راح انطلق. هذا هو الحل، واش تدير له؟ ادخل له اقتلهم، ادخل له ارميهم. قال لي نرميهم. قلت له ما ترميش، اغلق الباب عليهم يا لو كان يجوعوا حتى يتوبوا لله، توبهم. اما ترميهم يا اخواني الكرام هذو مش رجال، هذو نساء، يروحوا يجيبوا العار ويرجعوا للدار. بينما ولدي بات تحت القنطره يبات في العزيقة ما يهمش، قال راجل، قال وليده ما بقاش يبيع حاوزه. اما تحاوز بنتك يا اخي العزيز حرام. لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام، ما دامت العصمة في ايديكم وما دامت ابناتكم صغيرات في ايديكم، الحذر الحذر والتعليم الاسلامي يا اخواني الكرام، فهو النجاة وهو الفلاح وهو السعادة في الدنيا وفي الاخرة. البنت المؤمنة كي تربيها يا اخواني الكرام، البنت المؤمنة كي تربيها التربية الاسلامية يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توصلها لدار زوجها تدير لك حجاب من النار. وين تلقاها انت هذه؟ وين تلقاها؟ والله لو تدفع مالك كله ما تلقاهاش. من كانت له بنت او اخت فرباها وغذاها واحسن تاديبها ثم زوجها كانت له حجابا من النار يوم القيامه. وين تلقاها؟ لو تعطي دراهم كلهم ما تلقاهاش. عندك بنت يوم القيامه تنجيك من جهنم، تروح تفلتها
خليها مع التلفزيون هاملة حتى تعقب عشرة في الغلغلة غلبت يمها. وين كنت قبل ما تغلب يمها؟ وين كانت انت وين كنت يمها؟ لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا، نسأل الله تبارك وتعالى لنا الفوز والنجاح، وأن يهدينا جميعا، وأن يهدي نساءنا وشبابنا، وأن يهدي بناتنا، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.